القسم الثاني من هذا الكتاب المبارك المسائل الثلاثة، مسائل ثلاثة. بشي دوام لم كتابة بيروزا سي مسألكية. أنواع التوحيد الثلاثة. جوركاني هرسي توحيد. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. مسألية كم؟ توحيد الربوبية وتوحيد ناوي الصفات كانت يدايا. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. مسألة دوم بتاكداناني خواي قوريت يدايا لتوحيد ألوهية فرستن. المسألة الثالثة إفراد المسألة الثالثة أننا لابد نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. مسألة سيام بيويستا إيما نيوان جيربين لا يعني غير مسلمان عنده. يعني الآن بعض الناس نسأل العافية والسلامة يشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في لباسهم. نعم أنا بخواي جورا هند يا كسهن يستا تعامل ده كان لقال مشرك كان بلج بجورا كاني كلب جلو برجا كاني عن ججنا كاني عن هالسوكوت يعني. وبعض الناس هدانا الله إياه يتعرض الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال. وهند يا كسب أنا بخوا روبروي كافر كان دبيتوا بكشتنو مال بردنو دزيكردن ليه؟ نحن نتوسط. إيه ما ناون دي لو بينا ده؟ نفي لهؤلاء بالعهود. أو بيماني كدامان بيان وفاهم بويان وفاهمان بويان إيه؟ لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. بهيد شوية روبرو ويا نابي نوا بكشتنو مال بردنو جردا كردنو تزي كردن لين. ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في عيادهم في احتفالاتهم. هبم شويشة بجداري عناكين لا آهنقو حفلقانو ججنقان يعنده. ندعوهم إلى الله. بانجي عندكين بولا إخوة. نتعامل معهم في البيع والشراء. معمليان لقل دا دكين لكرينو فروشتن ده.